المصدر أونلاين: إب منظمة دولية توقف نشاطها بعد اعتداء مسلحين حوثيين على طاقمها. في صحيفة العربي الجديد تعنون: اليمن يقاوم الحرب بالورد والجمال. وفي الشرق الأوسط من الأخبار المنوعة: روائي بريطاني تنبأ بالكمبيوتر والجوال والذكاء الاصطناعي قبل 50 عاماً. أهلا بكم. السرقة لا تقتصر على سرقة الأشياء المادية والعينية فقط، بل هناك سرقة فكرية عانى منها كما يقول الموقع بوست الباحث عبد الله محسن، والذي شكى تعرض منشوراته ومقالاته للسطو من قبل صحفيين وناشطين يمنيين. وقال الباحث عبد الله محسن في منشور له على فيسبوك إن صحفيا أخذ مقاله عن جزيرة سقطرى والقطاعات النفطية فيه ونسبه لنفسه ونشره في عدد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية. أضاف محسن أنه قبل ذلك كان قد تعرض لسطو مماثل، حيث أقدم ناشط على أخذ مقاله عن تهريب الأثار في طائرة الأمم المتحدة ونسبه لنفسه. وقال عبد الله محسن للموقع بوست إنه يعتبر هذا نوعا من السطو على المعلومات التي بذلنا جهدا كبيرا في الوصول إليها والحصول عليها، وأضاف: لا أمانع من استخدام المعلومات وتداولها، فالمهمة التي أقوم بها هي خدمة بلدي في المقام الأول، لكن أن يأتي هؤلاء وينسبون كل ذلك لأنفسهم ويسرقون ذلك باعتباره بطولات لهم فهذا أمر لا يليق. ويعد عبد الله محسن من أبرز الباحثين اليمنيين المهتمين بالأثار، وينشر في صفحته معلومات توثق أثارا يمنية جرى تهريبها إلى خارج اليمن. يقول موقع يمن مونيتور إن السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون رد بشكل حاد على تشكيك الحكومة اليمنية في انسحاب الحوثيين، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: يبدو أن المشككين اليمنيين ينتقدون كل شيء يفعله الطرف الآخر حتى إن كان إيجابيا. وأضاف بنفس اللغة الحادة: إن الذين يقولون أن الأمم المتحدة ساذجة يقولون إن الحل الوحيد هو الحرب الدائمة في اليمن. واستدرك قائلا: وجود الأمم المتحدة في الموانئ سيمنع تهريب السلاح، وهو المبرر الذي يسرده التحالف ضمن مبررات أخرى لتحرير الحديدة من الحوثيين. وكان وزير الإعلام اليمني ومحافظ الحديدة قد وصفوا الانسحاب بالمسرحية الهزلية. وأضاف الوزير الإيراني في تصريح أن ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيا بلباس مدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل. أما الأمم المتحدة فقالت إنها أشرفت على انسحاب الحوثيين في ميناء الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب، بالإضافة إلى ميناء رأس عيسى النفطي، والحوثيون سينفذون انسحابا مبدئيا أحادي الجانب من مينائي الصليف ورأس عيسى، إضافة إلى الحديدة الميناء الرئيسي في البلاد. كتب محمد جميح عن إعلان الحوثي انسحابه الأحادي الجانب من ميناء الحديدة مقالا في صفحته بالفيسبوك، حمل عنوان: أرنب جديد في جبة المهرج. قال فيه: بإعلان انسحابه من ميناء الحديدة يورط الحوثي نفسه ويثبت أنه كان يكذب عندما أعلن قبل شهور الانسحاب من الميناء والمدينة وسلمها لخفر السواحل والأمن المحلي. ذكر الحوثي أن الانسحاب أحادي الجانب لكي يتهرب من وجود شهود على الانسحاب. الاتفاقات تنص على أن أي انسحاب يجب أن يكون مصادقاً عليه من 3 أطراف: الحكومة والحوثي والأمم المتحدة، وهذا ما لم يتحقق في هذا الانسحاب المزعوم. توافقت اليوم مصلحة الحوثي مع مصلحة مارتن جريفيث. الحوثي نفذ مسرحية هزلية كسابقتها قبل شهور استباقاً لجلسة مجلس الأمن في 15 من هذا الشهر، خاصة وأن الحوثي قد وردته رسائل واضحة من طرف اللجنة الرباعية في اجتماعها الأخير في لندن بأن الجلسة المقبلة لمجلس الأمن ستعتبره معرقلاً لتنفيذ اتفاق ستوكهولم،
إذا لم ينسحب، ولذلك قام بهذه المسرحية لكي لا يسميه مجلس الأمن معرقلاً لتنفيذ الاتفاق. وهذه المسرحية جاءت على هوى جريفيث الذي يسعى لإحراز أي نجاح ولو صوري، ليقول لمجلس الأمن في الجلسة المقبلة إنه أحدث اختراقاً. على الحكومة اليمنية أن تخاطب الأمم المتحدة بخطورة تصديق مثل هذه المسرحية، على الخارجية أن تخاطب مجلس الأمن وسفراء الدول دائمة العضوية ورعاة المبادرة بأن ما تم اليوم هو مسرحية هزلية كتلك التي نفذها الحوثي قبل شهور واتضح فيما بعد كذبها. تعرفون حكاية المهرج الذي يخرج أرنباً من جبته تارة ويخرج من جيبه حمامة تارة أخرى؟ هذا هو الحوثي بحيلته الجديدة، يقول إنه نفذ انتشاراً صورياً أحادي الجانب بموجبه سلم الميناء لمرتزقته استباقاً لجلسة مجلس الأمن بعد أيام ليغالط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. تشهد العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي كما يذكر موقع سبتمبر نت وضعاً كارثياً بسبب انقطاع الخدمات الأساسية وتدمير البنى التحتية ونهب للمؤسسات العامة والخاصة مع انتشار الأوبئة وتدهور حالة المواطنين المعيشية والاقتصادية. صنعاء تعيش وضعاً مأساوياً يهدد بكارثة بيئية جراء استمرار طفح المجاري في معظم شوارعها وحاراتها التي أصبحت مهددة بإغلاق بعض المنازل والشوارع نتيجة توسعها يوماً بعد آخر. يقول مواطن يقطن حي الجراف لسبتمبر نت: صنعاء لم تعد كما كانت، فالكوليرا منتشرة في كل بيت والناس في حالة ضيق حيث تنعدم الحيلة والعمل ومصادر الدخل، حتى أننا نعجز عن شراء الدواء وتوفير لقمة عيش لأسرنا. الميليشيا الحوثية تواصل تعسفاتها وذلك باحتجاز المساعدات الطبية والإغاثية وتمنع دخولها مناطق خاضعة لها إلا بدفع مبالغ مالية تسميها جمارك، بالرغم من أنها مساعدات مجانية. الاعتداءات الحوثية لم يسلم منها أحد على امتداد الخارطة اليمنية، وطالت حتى المنظمات الدولية العاملة في اليمن. يقول موقع المصدر أونلاين إن إحدى المنظمات الإغاثية أوقفت أنشطتها في مديرية حزم العدين غرب إب بعد اعتداءات تعرض لها فريق إغاثي تابع لها من قبل مسلحي الحوثي. مصادر محلية أيضاً أضافت: منظمة كير الدولية أوقفت توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية في مديرية حزم العدين بعد تعرض طاقم التوزيع التابع لها لاعتداءات بالضرب المبرح والتهديد بالقتل. وتسبب إيقاف أنشطة المنظمة بحرمان أكثر من 1200 أسرة من صرف مساعدات شهرية كانوا يتلقونها للتخفيف من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. وأكدت المنظمة في رسالة بعثتها للمحافظ التابع لسلطات الحوثيين في إب تعرض فريق عمل المنظمة لاعتداء بالضرب وإشهار السلاح في وجوههم نهاية أبريل الماضي في إحدى مدارس المديرية، كما سطى المسلحون على 279 سلة غذائية بعد محاصرة فريق التوزيع وتعرضهم لإطلاق النار في مدرسة التوفيق بالمديرية. إيران وحافة المواجهة. عن هذا الموضوع بالتحديد كتبت فاطمة ياسين مقالا نشرته في صحيفة العربي الجديد، قالت في جزء منه: يبدو أن إيران وجدت نفسها تمتثل لشروط أمريكا في الاتفاقية النووية الملغاة بشكل مجاني من دون أن تلتزم أمريكا بشيء، بل وما زالت تطبق عليها العقوبات الواحدة بعد الأخرى. يصدق حدس المحللين في هذا الشأن، فأمريكا لا ترغب بمواجهة مباشرة ولا تريد أن تقعقع بالسلاح، ولكنها ترغب في فتح طاولة مفاوضات جديدة للحصول فيما يبدو على تنازل أكبر واتفاقية جديدة تفرض مزيدا من القيود على إيران. ولا يرغب السياسة في البيت الأبيض في أي حال بتغيير النظام الإيراني، لكن المطلوب ترويضه قليلا، والتضييق العسكري والخنق الاقتصادي أدوات الوصول إلى هذا الهدف. ويتوقع ترامب بإجراءاته الراهنة أن إيران ستنكمش متراجعة وطالبة توقيع عقد جديد، ولكن في وقت يفتح فيه ترامب جبهة إيران باتساع كبير، يفتح جبهات أخرى إحداها مع الصين
بتطبيق إجراءات تجارية مستفزة ويفتح جبهة مع فنزويلا، جعلت رئيس روسيا فلاديمير بوتين يتململ ويستمر في حالة الأخذ والرد مع الزعيم الكوري الشمالي، ويتوقع ترامب أن يحصد انتصارات بالجملة في جميع هذه الجهات. ستقف الدول المذكورة والمتضررة من سياسات ترامب متكاتفة، وبعضها أعضاء دائمون في مجلس الأمن، ومن غير المتوقع أن يحصل انزياح كبير في المواقف الإيرانية. والحالة الإيرانية تراوح بهذا الشكل منذ انتهاء حرب الخليج الثالثة وزوال حكم صدام حسين، الذي خلف فراغاً أرادت إيران ملأه والتغلغل فيما وراءه وصولاً إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. في ظل تموضع سياسي قلق بهذا الشكل، تجد إيران متسعاً لنفسها للتمدد، وهي متأكدة من أن الضغط لن يتجاوز التهديد، ويمكنها أن تمتص غضب الشارع الداخلي إلى مدى غير محدود. وقد أخمدت مرتين تحركات كبيرة قامت ضد الحكومة والنظام، ولذلك على أمريكا أن تلجأ إلى أساليب جديدة للتعامل مع إيران إن هي أرادت فعلاً ترويضها. على الرغم من اشتداد الحرب في اليمن كما تقول صحيفة العربي الجديد، إلا أن هناك مساحة ما زالت تحمل الكثير من الجمال عبر مشاتل الورد ومحال بيعها، فهي الأماكن التي تقاوم بألوانها في جغرافيا ملغومة بالصراع. لا يزال الورد حاضراً في المناسبات اليمنية المختلفة، إضافة إلى أنه أيقونة مشرقة ودعوة للسلام. ولهذا السبب يهتم الكثير من اليمنيين بزراعة الورد في مشاتل خاصة، ويولونه عناية كبيرة رغم مردوده المادي الضئيل. يقول عبد الجبار العماري للعربي الجديد إنه اشترى ورداً ليهديه لصديقه بمناسبة زواجه، فالورد يعكس أصالة مشاعرنا التي نكنها للآخرين. ويوضح أن اليمنيين لا يضيعون أي فرصة للسعادة والفرح رغم ظروف الحرب، ولم يهجروا الورد كقيمة ثقافية تعبر عن الحب والسلام. من جهته قال محمد السلمي إن قلوب اليمنيين لا تزال بيضاء وغير ملوثة بالعنف، ويواصل دائما ما نسعى للتعبير عن اللحظات السعيدة والمميزة بالهدايا والورود. أما إلهام فيصل فترى أن الورد هو أجمل ما يمكن أن يهدى للأحباب رغم الوضع الصعب، وتضيف حين تهدي أحدا وردة فأنت تبعث فيه البهجة من جديد، وهنا تكمن قيمة الورد. فيما يبدي بائع الورد عصام المشولي سعادته بعمله، ويقول إنه ينشر السعادة في زمن الحرب، وثقافة الورد سائدة أو ثقافة الورد سائدة في المجتمع اليمني رغم ظروف الحرب والمعاناة. يتساءل الكاتب باسم الطويسي في مقاله المنشور بموقع الغد الأردني، هل يفسد الرأي العام؟ ثم يجيب على سؤاله أو على نفسه بالقول: يقال اليوم في الغرب أن الرأي العام هو ثاني قوة في العالم بعد الولايات المتحدة، تندراً بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة التي طالما عاندت الرأي العام مثل ما حدث في حرب احتلال العراق. ويقال في الديمقراطيات الناضجة إن الرأي العام أقوى من الحكومات، فهو مرجعية ملزمة للسلطات والقادة والنخب، ولا يمكن لأي سلطة سياسية في العالم أن تحتكر الرأي العام على المدى الطويل، ولا يمكن لفئة أو نخبة أو حزب أن يدعي تمثيله للرأي العام على طول المدى أيضاً. فتراكم وعي الناس وصياغة الاتجاهات عملية معقدة تتداخل فيها قوة وأدوات وعناصر متناقضة. في مراحل التحول تنمو ثقافة مقاومة للتغيير، وثقافة تتستر على الفساد أو تخترع الفساد أحياناً. وهنا خطورة فساد الرأي العام، حيث يزداد عنفوان لعبة تقاسم الأدوار والبحث عن المصالح والمكاسب وشراء الذمم وتضخيم الذات، وتصبح الإدارة العامة جزءاً من الديكور الوطني للحكومة. فلا بد من مسحة الرأي العام لتزيين أعمالها وإصباغ مبادراتها وأفعالها بمباركته ورضوانه، ويصبح الرأي العام عصا موسى السحرية بيد المعارضة والنخب المتقاعدة، تتكئ عليها كل من حنى ظهرها وتلوح بها مهددة متوعدة كلما ازداد ذلك الظهر قوة.
ولا يكتفي باستخدام الرأي العام أداة لإضفاء الشرعية أو لنزعها في الحياة العامة، بل يتم تحميله مسؤولية الفساد وخراب الضمائر العامة. فالشركات الوطنية تخسر وتفلس بسبب ضغوطات والتزامات مجتمعية، والبطالة تنتشر وتعم لأن الناس لا يريدون أن يعملوا، والناس يموتون على الطرقات بسبب عدم التزامهم بالقوانين. يفسد الرأي العام بمصادرة وعي الناس حينما يتحول قادة الرأي في المجتمع إلى أدوات لتسويغ وتبرير الفساد جريا وراء مصالح صغيرة تلقيها لهم مراكز القوى في الطرقات. ويفسد الرأي العام أيضا حينما يقوم قادة الرأي باختراع الفساد، وحينما يرفضون رؤية أي إنجاز لا فرق بين الحالتين. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا ترجمته صحيفة عربي 21، سلطت من خلاله الضوء على ظاهرة سرقة ونهب الكنوز القديمة من بعض دول الشرق الأوسط، لا سيما تلك التي تعيش حروبا وصراعات. وقالت الصحيفة في تقريرها أيضا أن الباحثين يفيدون بأن الكنوز القديمة المنهوبة من المناطق التي شهدت صراعات في الشرق الأوسط معروضة الآن للبيع على موقع فيسبوك. ونقلت الصحيفة عن البروفيسور المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط ومسؤول سابق في مجال الآثار في سوريا عمر العزم قوله إن مجموعات فيسبوك التي تروج لهذا النوع من القطع الأثرية عرفت نموا سريعا، لا سيما خلال الاضطرابات التي رافقت ثورات الربيع العربي والحروب التي تلتها. حسب الدكتور العزم، فإن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تقليص الحواجز التي تعيق النفاذ إلى السوق. وذكر العزم أيضا أنه يوجد حاليا ما لا يقل عن 90 مجموعة على فيسبوك مرتبطة بالاتجار غير المشروع في الآثار في الشرق الأوسط، وتضم عشرات الآلاف من الأعضاء. هؤلاء الأعضاء ينشرون صورا لقطع أثرية أو استفسارات في المجموعة، ثم ينتقلون إلى مواصلة الحديث عبر الدردشة أو رسائل الواتساب، ما يجعل عملية تعقب هذه المحادثات صعبة. هل استطاع من عاشوا في الماضي التنبؤ بالمستقبل، أي حاضرنا الذي نعيشه اليوم؟ تقول صحيفة الشرق الأوسط نعم استطاعوا، وتريد مثالا على ذلك الروائي البريطاني جون بارنر الذي تنبأ بكثير من الاختراعات العلمية مثل إمكانية إجراء مكالمة الفيديو والحوادث أو حوادث إطلاق النار الجماعي وتقنين استهلاك الماريجوانا عبر كثير من رواياته، أشهرها رواية الوقوف على زنجبار. والمفارقة أن الروائي الذي ولد في عام 1934 لم يرى بعينه ما تنبأ به، حيث توفي عام 1995، لكنه استطاع وضع تصورات لمستقبل العالم تحقق بالفعل بشكل غريب. ففي رواية الوقوف على الزنجبار التي تعد من كلاسيكيات أدب الخيال العلمي تدور أحداثها في عام 2010، توقع أن يصل تعداد سكان العالم إلى ما يزيد على 7 مليارات نسمة، وهو ما تحقق فعلا عام 2011. وفي الرواية واجهت الحكومات تلك الأزمة باستخدام علم الوراثة لتحدد من يمكنه أن ينجب. وتظهر خلال أحداث الرواية اختراعات حديثة مثل الهواتف الجوالة، ويكيبيديا وجهاز الكمبيوتر بإمكانيات متقدمة تسمح للمؤسسات الإعلامية بالتفاعل اللحظي مع القراء، وهو ما تحقق بالفعل. بارنر الذي كتب في مجال الخيال العلمي وهو في 9 من عمره استطاع الفوز تقريبا بجميع جوائز الخيال العلمي، بما في ذلك جائزة هوغو الأدبية الرفيعة التي لم يفز بها بريطاني قبله. صور نادرة لحيوانات في الطبيعة التقطها مصور محترف في لحظة مناسبة ليوثق بها سلوك حيوان ما أو بعضا من عاداته، نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية. نتابع.
الريشة أيضا كمصورة تستطيع أن تنافس لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة، كما هو حال رسامي الكاريكاتير. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الأخبار والصور والرسوم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.